في مصر القديمة وقوة علامة الصليب في حديثه مع الشيطان. وقد حدثت قصة طريفة عند الآب مينا المتوحد في مصر القديمة، يذكرها أبونا متى فيقول: كان الناس يحضرون للآب مينا أناسا فيهم شياطين لكي يصلي عليهم، وأحضروا له ولد عمره نحو 18 سنة فيه شيطان، وظل الآب مينا يصلي عليه وعذبه جدا، ثم طلب مني أن أصلي عليه، فقلت له: لا يا أبانا، ليس لي في هذه الموهبة. فقال لي: عشان خطري. ولما رفضت مرة أخرى قال لي: خذ هذا الصليب وصلي على الولد. فلما اقتربت من الولد كانت رائحته رديئة جدا، وكان يريد أن يضربني، وكان الشيطان قد منعه من الأكل لمدة 3 أيام. ولما أمرته أن يترك الولد شتمني الشيطان، فقلت له: الولد سيموت. فرد: أنا أريده أن يموت. فقلت له: مش حرام عليك؟ فرد الشيطان قائلا: شوفوا الأهبل العبيد ده، هو احنا عندنا حاجة اسمها حرام؟ ترجيته فشتمني وقال لي: ابعد عني. ولأنني كنت قد صليت 4 ساعات متواصلة قال: سأخرج في عرضك. ثم خرج منه وقال الولد أنه جوعان، فأحضر له والداه طعاما، وبعد أن أكل أراد أن يشرب، فركبه الشيطان مرة أخرى. ولما طلب أن يشرب أحضرت ماء وصلبت عليه، فوجده مرا ولم يشرب. ولما أعطيته ماء دون أن أصلي عليه وجده حلوا وشرب منه. فقلت: يا إلهي، أهكذا هي قوة الصليب؟ فمن ذلك الوقت تيقنت أن رشم الصليب مرعب للشياطين، وله أثر فعال غير منظور في المادة، أثر روحاني لا يدركه إلا الشيطان أو الملاك أو الإنسان الروحي. فعلامة أو إشارة الصليب قوة مرة علقم على الشيطان لا يستطيع أن يحتملها.